فتبقى القراءة هي سلاحنا في مواجهة كافة التحديات والأوقات الصعبة. أنت عظيمة يا بلادي، عربية أنا حتى آخر النهر. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نحن القصيد ونحن اللحن والوتر. بطل تحدي القراءة العربي مناصفة بين الطالب عبد الله البري من دولة قطر وآمنة المنصوري من دولة الإمارات. ألف ألف مبروك لأبطال تحدي القراءة العربي للموسم السابع.